مساء الخير عليكم. اليوم جبنا لكم روسات جديدة، كيك شوكولا، كاس حليب، نص كاس زيت، كاس ونص سكر، شكرة خمارة، ثلاث حبات بيض، زوج كيسان ونص فرينة، مغرفة صغيرة باباني، مغرفة كبيرة كاكاو. ديروا السكر، البيض، ديروا الحليب، ونخلطوا. نزيدو نص كاس ولا أقل شوي، نقص شوية، نقصلو زيت، نكملو بالحليب. ندير كاس فرينة، ندير شكارة، باباني، دير زوج، دير مغرفة كبيرة
كاكاو ملي يجي نغربلوها خاطرش تتكرمل. هكذا نروح نخلطوها هكذا نخلطو ونزيدو كاس صفر هذا نص ندير طعم له نضرب نضرب بالباتور روك ياسر لها نجيب البلاطو دروكا نفرغوها هكذا دروكا نطيبوها دروك نديرو الخليط باش نشربو الكيكه نديرو كاس حليب نديرو في مغارف سكر نديرو مغرفة كاكاو نديرو شيكولا هكذا دروك نحطوها فوق النار تدوب الكيكة وجدت نحي نسقموها شوية باش نشربوها ها نشوف القوام كيفاه
نحطوها هنا في الطبسي. نسكنها. ونديرها هكذا بالفرشيطة أو بالشوكة، نثقبها هكذا باش تشرب. ها دركا هاي ثقبتها كامل، دركا ندير لها الخلطة هذيك تاع الشيكولا والكاكاو والحليب. نشربها مليح. هكذا ندير لها الحواشي باش تشرب كامل. دركا شربت، درك نجيب هذاك اللي نحيتو نفتتو هنا ونزيد نشرب هذا الخليط كامل. هكذا هي مازالت سخونه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، تجي روعة. هكذا تبين بلي روعة فور. هكذا دروك خلصنا التفتات هكذا، ونزيد نسقي هذا كامل. ان شاء الله تجربوها. هكذا دروك نقسموها. بسم الله. هاي الله يبارك، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. صحة ولهنا.